أعتقد أن هي لم تتمرد الآن، يعني هذا الموقف واضح ومنذ أشهر، ومنذ بدأت العمليات العسكرية في المواجهة بين يعني حماس وإسرائيل وحزب الله وإسرائيل، واندلعت هذه الحرب مستمرة منذ أكثر من عام. موقف الفصائل واضح، هي ثلاث فصائل، يعني حزب الله وسيد الشهداء والنجباء على ما أعتقد، تشكل تحالف مهم ومستمر مع الحرس الثوري الإيراني. وحزب الله لديه قاعدة مهمة في جنوب لبنان، وغرفة عمليات مشتركة أيضا للتنسيق واستدامة هذه العمليات العسكرية. أيضا على الجولان ليس بجديد، يعني منذ أشهر وهذه الفصائل تستخدم الجولان كقاعدة لانطلاق صواريخها للقصف داخل إسرائيل، أو انطلاق الطائرات المسيرة من قواعدها المختلفة في سوريا وحتى من العراق. إذن ما يحصل اليوم هو استمرار لنفس المنهج اللي اعتمدته هذه الفصائل، دعم ومساندة الحزب في لبنان، ومواجهة الحليف كما تقولون، حليف الولايات المتحدة الأمريكية في العراق اللي هي إسرائيل. وهذا الوضع سيستمر، لكن هناك مشكلة في الواقع تثار أمام النظام السوري. النظام السوري موقع على اتفاقية للهدنة منذ عام 1974 بعد وتوقف حرب أكتوبر. طيب. هدنة مع إسرائيل تمنع النظام السوري من استخدام الجولان لأي عمليات عسكرية ضد إسرائيل، وبالتالي أي انطلاق للصواريخ من الجولان يشكل إحراج كبير للنظام السوري اللي ما زال متخذ موقف محايد منذ 7 أكتوبر الطوفان وحتى يومنا هذا، وتغيرت مواقفه السياسية تجاه يعني مشكلات الشرق الأوسط عموما، وعلى صعيد الموقف مما يحصل في لبنان أو يحصل في غزة. طيب. بسبب جمود العلاقة أو برود العلاقة بين النظام السوري وحماس، في الأساس لمشاركة حماس مع التنظيمات المسلحة لمواجهة الثورة السورية عام 2011، وبالتالي يعتبرها النظام السوري عدو وخصم للنظام باعتبارها ساندت المنظمات الإرهابية اللي شنت عمليات على النظام السوري في 2011 ومستمرة حتى يومنا هذا. المشهد معقد، الفصائل مستمرة، وننتظر النتائج. طيب.